السعودية عرضت 4 مليارات دولار على الأسد لتعويضه عن خسارة تجارة الكبتاجون في حال توقف عن إنتاج الحبوب المخدرة وتصديرها. التغييرات شملت نقل مدير جمارك حلب وتغيير رئيس الضابطة الجمركية بحلب واستبداله برئيس ضابطة الرقة، بالإضافة إلى تغيير أمين أمانة المطار الجمركية. مصادر محلية أكدت أن الغارات أدت إلى مقتل تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري مرعي الرمثان وعائلته، غالبيتهم من الأطفال. ومعروف عن الرمثان أنه صاحب نشاط واسع في صناعة وتهريب المخدرات إلى الأردن. تفاصيل التحقيق الذي نشرته الصحيفة الأمريكية معلومات عن عمليات الإنتاج وأيضاً عن عمليات التوزيع تشرف عليها الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري، وهي وحدة النخبة التي يقودها ماهر الأسد الأخ الأصغر للرئيس. إن تجارة مخدر الكبتاجون تصل قيمتها إلى 57 مليار دولار، ويقف خلفها رجال أعمال وميليشيات وأقرباء رئيس النظام بشار الأسد.